السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. إذا بقى علينا أنه الأدمن نقوم بتغييرها. تغيير الأدمن لو نجي على الأسفل نلاحظ أنه هذا الناف بار موجود، وهذا هنا بيعمل لك لوب، وهذه الحبشتكلات اللي عايدة إلها، هذا هو في داخل البادي. أوكي، مش حنحذف هذا الشيء، هذا حيبقى موجود. لاحظ الناف بار هنا بينتهي، ناخذ كل هذا اللي هو عايد للناف بار بنمسحها، يبقى هذا فقط في داخل البادي. خلونا نشوف الأدمن رفرش. ظهر عندنا مشكلة. ليه ظهر عندنا مشكلة؟ لأنه في عندنا هنا مشكلة. أوكي، بقينا الـ if statement مفتوح، فهذا أيضا نحذفه، هذا ممكن أيضا نحذفه، ما عندنا مشكلة بيها. أوكي، نعمل هنا السيف، نرجع مرة أخرى نعمل رفرش، that's it، اشتغل. إذا الأدمن أري موجود، وأيضا موجود عندنا اسمه إيه ده؟ نسيت اسمه، الجومبوترون. أوكي، فممكن انه احنا الجومبوترون ايضا نحوله الى كونتينر. خلونا نشوف شكله كيف راح يصير. لو جينا عملنا الرفرش، اوكي راح يكون بهذا الشكل، عندنا ادمن اريا، ويلكم تو يور كنترول، مانج كونتين ادمن لوج اوت. طبعا ممكن ترتيبها ايضا، تخصيصها وتعملها اجمل ايضا، وحنشوف هذا الشيء كيف راح نعملها. لكن في البدايه خلونا نشوف، ناخذ الاشياء اللي موجوده. لاحظ هنا انت عندك هذه الاشياء مهمه ضروريه اللي هي نفسها، ما بتفرق عنها. نفس الوقت انت في عندك الستايل اللي موجود في هذه الصفحه، تاخذها وممكن تعمل هذا الستايل. على فكره ممكن تضع هذا الستايل في داخل من؟ في داخل الهيدر. اوكي، ممكن تضعها في داخل الهيدر. لاحظ الهيدر ايضا بها مجموعه اشياء. هنا بينتهي الهيد، ممكن احنا نعمل شيء. لاحظ هذا موجود الستايل في الهيدر، صح؟ ناخذ الستايل بالكامل، اوكي، او ناخذ اللي في داخل الستايل فقط، لان هناك ستايل اصلا حاضر موجود، صح؟ نعمل هنا كات بهذا الشكل. لو جينا على الهيدر، في الهيدر قبل نهايه الهيدر نعمل انتر 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 انتر، او نعمل هنا بيست. ليش؟ لانه احنا ما وضعناها داخل ستايل، هذا ستايل شيت. اوكي، لاحظ هذا ستايل شيت، اذا انت تضعها في داخل ستايل، هذا هو سي اس اس ستايل. تجي هذا كله تاخذه، تنزل للاسفل لحد هذا المطرح، تاخذ كات وتجي تضعها في داخل الستايل. تم تعريفها، تمام، مبروك عليك. لو نجي على الادمن اريا نعمل ريفرش، لاحظ تم تغيير حتى الشكل، التنسيق اصبحت بشكل مختلف. اوكي، هذا ادمنز، اوكي، بياخذك للادمن مانجمنت كونتين، بياخذك للناف بار اللي موجوده هنا، صح؟ طيب هذا كيف راح نضيف للناف بار؟ بسيط جدا. اذا احنا وظفنا السي اس اس، اضف الى ذلك في المانج، لاحظ في المانج في اشياء ممكن نعملها. هنا انت عندك الستايل، صح؟ هذا الستايل كله احذفه، صح؟ لان احنا اصلا ضفناها في الهيدر، والهيدر اصلا من ضمن البي اتش بي، فاذا هذا انا مش محتاجه، صح؟ اعمل السيف، ارجع اتاكد انه انت عندك المانجمنت كونتنت، لاحظ بيشتغل، مبروك عليك. اذا احنا هذا هو فائده الهيدر والفوتر، انه انت بتحافظ على التنسيق في كل الصفحات. طيب في عندنا شيء اخر في الادمن، نرجع للاندكس، نحتاج نعمل ديف، وهذا الديف يكون في داخلها، هذا كله بيعتبر شو؟ هذا كله بيعتبر من ضمن البادي، صح؟ نجي على الكونتينت مانجمنت. في الكونتينت مانجمنت لاحظ انت في عندك مثلا هنا في الادمن، عفوا في الادمن هنا انت عندك هذا ادمن اريا، وهذه البوتومز ممكن تضيفها قبل. لاحظ هنا البادي مثلا ممكن تضيفها في هذا المكان. اوكي، بتعمل بيست، لاحظ تعمل بيست هذا، تعمله بهذا الشكل. اوكي، وممكن انه لاحظ هذا كله بهذا الشكل. اوكي، اعمل له سيف، ارجع مره اخرى اعمل له ريفرش، ذاتس ات، صار عندك ناف بار، وعندك ادمن اريا، ادمنز لوج اوت، عندك الناف بار يظهر لك بهذا الشكل. اوكي، ويظهر بها كل البيجز، ما عندك اي مشاكل، عندك العيب، خلاص ذاتس ات. صار عندنا ادمن اريا، وصار عندنا المانج كونتنت اللي موجود هنا، والناف بار موجود في كل الحالات. فبهيك حاله احنا ممكن انه فقط ناخذ الناف بار، واكيد راح نعمل الريفاكتور، اعاده تصنيع، بمعنى اعاده تصنيع انه احنا ايضا نقلل بالكود. كيف كنا ناخذ الكود ونضيفه في الهيدر والفوتر؟ نفس الطريقه ممكن نتبعها مع الكودات البي اتش بي، انه ناخذها ونضيفها مثلا بالفانكشن. حنحول هذه الاشياء ايضا الى فانكشنز، ونضيف فانكشنز، نحاول نخلي الصفحات اقل ما يمكن في هالكود.
طيب خلونا نشوف التايم، الوقت 5 دقائق، حوقف هنا، ما عندي شيء أضيفه، أي ما عندي شيء أضيفه، حوقف هنا، نكمل الدرس القادم.